نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا النهارده هو الثرومبوسايتوبينيا ويز بريجننسي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الانتي دي، وكان المفروض هنقول دي كمان المره اللي فاتت. فانا هوعدكم ان شاء الله بمحاضره مش طويله. تمام، انا عارف ان الموضوع ده رخم شويه. هل يعني انا ما حضرتش قبل كده مؤتمر حد اتكلم فيه عن موضوع زي ده؟ ليه؟ حالاته مش كتير، ولكن هو حالاته مش كتير بس في جزء منه تبع الفسيولوجي بتاع البريجنسي. يعني في حاجات فسيولوجيكال بنشوفها، ده احد الحاجات الفسيولوجيه، ولازم افرقها من الابنورمال. والابنورمال في تكات صغيره ممكن تكون لايف سيفنج، لايف سيفنج للعيانه ولايف سيفنج كمان للبيبي. تمام، فتعالوا الاول كده ايه نعمل شويه ريفرشمنت ببعض الاسئله الاول، نشوف النولج بتاعتنا الاول. تمام، ده السورس بتاع المحاضره، توب ارتكل سنه 2011. اذا ده بيزك نولج، مش حاجه جديده، الموضوع يعتبر ما فيهوش جديد، هو بيزك ساينس. طيب اول سؤال، ايه هو النورمال؟ السؤال ده فيه يا ابيض يا بني. تمام، جاهز يا باشا؟ طيب اول سؤال، انا اتفقت معاك على حاجه. طيب ايه هو النورمال نورمال بريدنت كاونت ويز بريجننسي؟ يا حطينا الموضوع ده كتير، يا حطينا الموضوع ده. ها اخر كلام يا رشا؟ لا ما سمعناش. اجابه صحيحه، ابيض ولا بني؟ يلا هم ثلاث اسئله. انت بتسرب الاسئله بالله ليه؟ لا مش متسرب، بس متفقين ان انا اجاوب بسرعه. سؤال ثاني، امير مش عارف 15 يوم 15 يوم اللايف سبان بتاع 15 يوم 8 ل 10 ثمانية ل 10 إجابة صحيحة. طيب أهمية النقطة دي إيه؟ إن أنا لما بدي بليتلت، لما بدي العيانة بليتلت 10 أيام، والبليتلت اللي أنا اديتها دي ما عادتش موجودة. فإذا أنا مش هدفي إن أنا أصلح البليتلت وخلاص، لا أنا بصلحها لهدف. مثلا هعمل سيزيريان سكشن، عايز أدي إبيديورال، الحاله هتولد داخله في ليبر، فانا بصلح وعارف ان التصليح بتاعي ده مؤقت 10 ايام، والبليتلت اللي انا اديتها ما عادتش موجوده، فلازم استغلها. عامله كده زي الديكساميثازون عشان اللونج ماتيوريتي، مش بديه وخلاص، لا انا بديه عشان الحاله هتولد خلال اسبوع، او بديه عشان العيانه فيها علامات بري تيرم ليبر. انما ان انا اديه كده كروتين، لا، الديكساميثازون لللونج ماتيوريتي ما هوش روتين، فما ثبتش ميعاد مثلا في السابع او في الثامن روتين وخلاص، لا انا بديه قبل الولاده. هنخليها ازاي؟ دي من العادات والتقاليد اللي عايزه تتصلح. تمام، بالذات احنا في وقت عايزين فيه المناعه بتاعتنا تكون قويه. انا خدت كورتيزون كام يوم، وشي قلب حبوب وبتاع، فالكورتيزون فعلا بيقلل المناعه. فعيانة لو جالها كوفيد لا قدر الله، وانا مديها ديكسا بدون سبب، انا ضريتها مش اخدتها بحاجه. تمام، والعادات والتقاليد هتتصلح واحده واحده. إيه انا بقول للعيانين عندي، انا مش بديه روتين، هو بيتاخد خلال اسبوع قبل الولاده، ولو قعدت تاخديه كتير ده هيضرك، ضغط سكر ويقلل مناعه وهشاش عظام. تمام، يبقى من 8 ل 10 ايام. طيب ايه اللي بيحصل بالبليتلت كاونت اثناء الحمل؟ البليتلت كاونت طبيعي بيقل اثناء الحمل. طب ليه بيقل؟ دايليوشنال، كميه البلازما بتزيد والتصنيع ما بيزيدش، فاذا هي بتقل شويه، بتقل حوالي 10%. فلو بنتكلم في عدد من 150 ل 400,000، يعني لو هي بتبقى 150 على اخر الحمل هتجيب مثلا 130 135. تمام، اذا بتقل حوالي 10%. هل ممكن فيسيولوجيكال تقل عن كده كمان؟ لحد
70,000 لو قلت عن 70,000 انا هفكر في اسباب باثولوجيكال هفكر ان الست دي عندها مرض فلازم اسال في الهيستوري انت البلتلت بتاعتك قبل الحمل كان ايه الاخبار ممكن تطلع عيانه ثرومبوسيتوبينيا اصلا في امراض كرونيك فيها ثرومبوسيتوبينيا زي ما انا لا ما بتزيدش رغم ان مع الحمل الكوجوليشن فاكتورز بتزيد تمام ما عدا بروتين اس ده الوحيد اللي بيقل الباقي كله بيزيد البليتلت ما بتزيدش والحمد لله انها ما بتزيدش لو كانت بتزيد مع الكوجوليشن فاكتورز اللي زايده كانت الدنيا بقت مش ظريفه خالص تمام فده العدد الطبيعي والقلنا اللايف سبان وبتقل حوالي 10% زي ما اتفقنا طيب الفيسيولوجيكال ثرومبوسايتوبينيا هل هتبقى سيمتوماتيك هل هتعمل complications هي فيسيولوجي مع البريجنسي تمام فانا ما اقلقش منها طالما الرقم ما قلش عن 70 لو قال عن 70 هفكر في حاجات باثولوجيكال بس ليه دي انا بشوف عايزين مثلا ريت عندهم 100 مش عادي من 70 في عندهم اللي هي الباتشز اللي هي تمام موجوده وكمان الفتره مش موجوده قبل كده جميل بس عادي تشوف سيمتوم جميل ما هو احنا على حاجه زي كده ممكن يكون لها اكتر من سبب تمام في حاجات تانية ممكن يكون عندها مشكله في الكواجيليشن فاكتور تمام احنا في حالات كارير هيموفيليا ما بتشخصهمش ممكن تيجي ببليدنج بسيط وانا ما خدتش بالي وما ساعدتش ورا لانه مشكله بسيطه تطلع كارير هيموفيليا في حاجات تانية امراض اوتو اميون فيها فاسكولايتس تمام في حاجات تانية بتضعف الوول بتاع الفيزل ففي اكتر من سبب تمام ده السبب اللي بيخلي حتى لو البليتلت قليله بس مش مزيد عن 50,000 مفيش سيمتومز لان في كواجوليشن فاكتور سليمه في عندي فاسكولار وول سليم فبيخليها ما تنزلش تمام طيب ايه اللي يعمل الثرومبوسايتوبينيا والبريجننسي قلنا هو دايليوشنال لا انتي بوديز ولا تكسير ولا اي حاجه البلازما زادت فهي نسبيا بقت قليله في امراض ثانيه فيها انتيبوديز ممكن تعمل الكلام ده طيب اذا معظم الثرومبوسايتوبينيا والبريجننسي 75% منها هي حاجات فيسيولوجيكال السبب الثاني الهايبرتنشن والبريكلامسيا والهيب سيندروم مسؤول عن 20% تمام بقى لنا 5% دي بقى امراض خطيره اللي ممكن يكون فيها اذى الهايبرتنشن والبري اكلامسيا والهيب سيندروم الهيب سيندروم ودراستك في الهيب سيندروم بيبقى فيه لو بليتلت كاونت الهايبرتنشن لوحده لا انما هايبرتنسيف ديس اوردر والبريجننسي بالذات الهيب ممكن تقل تمام طيب الدرجات بتاعه الثرومبوسايتوبينيا احنا قلنا العدد الطبيعي من اول 150 من 150 ل 100 بنسميه مايلد مايلد من 100 لحد 50,000 مودريت اقل من 50,000 ده السيفير وده اللي ممكن يعمل سيمبتومز في جدول ظريف جدا بيقول لي ايه العدد السيف ان انا اعمل بيه ولاده طبيعي العدد السيف ان انا ادي بيه سباينال وابيديورال هيجي كمان شويه تمام طيب اتاكد ازاي ان دي كانت مجرد جيستيشنال ثرومبوسايتوبينيا لو حللت لها بعد الولاده بكام اسبوع هتلاقيها بقت كويسه خالص والرقم طلع طبيعي. الجدول ده شكله مش ظريف بس حلو قوي. كاتب الاسباب بتاعت الثرومبوسايتوبينيا وعلامه كده في كل حاجه. اول حاجه الجستيشنال هلاقيها مايلد غالبا اكتر من 50 اكتر من 100,000 ما تقلش عن 70. سيمتوماتيك ولا لا؟ لا اسيمتوماتيك. محتاج علاج؟ لا مش محتاج علاج. فقط محتاجه ان انا اتابع اعمل سيريال اسيسمنت للبليتلت كاونت ممكن النهارده هي 90 احلل بعدها الاقيها 80 70 وبتنزل افكر في حاجات باثولوجيكال الحاجه الثانيه الاميون ثرومبوسايتوبينيا اللي هو الاي تي بي الاي تي بي ده بقى فيه انتي بوديز بتكسر البليتلت وتمنع تصنيع البليتلت الجديده ده مرض مزمن
العينه دي عارفه من زمان انها عندها اي تي بي، وده ممكن ينزل عن 70,000، وده اللي ممكن يحتاج علاج لو وصل لارقام حرجه زي ما هنقول. السبب الثالث، ده اللي بياخد كورتيزون صح تمام. السبب الثالث مش هطول فيه، في مرضين كده، واحد اسمه تي تي بي والتاني اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم، اسمهم ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. الامراض دي باختصار بيحصل فيها تكوين جلطات صغيره في الجسم، فالصفائح بتستهلك بتفرهد في الجلطات الصغيره دي، فنلاقي العدد قل، ودي امراض خطيره. الكلى ممكن تنضرب وممكن تخش في نيورولوجيكال سيمتومز، فممكن تجي لي بكونفولجنز افتكرها اكلامسي، عايز ضغطها يطلع كويس ممكن تطلع تي تي بي. طيب سؤال ذكاء، تي تي بي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، المرض الثاني هيموليتيك يوريميك سيندروم. التي تي بي دي اكتر تضرب البرين، طب الهيموليتيك يوريميك سيندروم اكتر حاجه تضرب ايه؟ كله قال مفيش جايزه تمام، تيجي اكتر برينال فيلير، فالتي تي بي يجي اكتر بكونفولجنز وسريبرال انسلت واي، ما هو بيكون في جلطات في الجسم كله، انما الحته المميزه ان ده بيجي ببرين، انما الهيموليتيك يوريميك بيجي برين. تمام. الهيلب سندروم اللي هو الهيموليسيس اليفيتد ليفر انزايم ولو بليتلت كاونت، في عائلات هي العيلة دي عدد الصفايح فيها الطبيعي بتاعه كده. لو تفتكر الدكتور عبد الفتاح في المحاضرة بتاعتك كنت اتكلمت على بعض العائلات عندها شوية اتش في جي زيادة، تحلل يطلع بوزيتيف برغم انها مش حاجة، فدول عائلات فيها عدد البليتلت اقل شوية من الطبيعي بتاعها. سودو اللي هو المعمل غلطان، محلل غلط، التحليل متفبرك. تمام. الفيرال انفكشن زي الاتش اي في والسيتوميجالو فيروس ممكن تعمل ثرومبوسايتوبينيا، واي فيرال انفكشن ممكن تعمل ثرومبوسايتوبينيا، واللوكيميا برضه فيها ثرومبوسايتوبينيا. نتكلم شويه عن الفسيولوجيكال. حد زهق؟ حد تاب؟ تمام. الجستيشنال، حد يقول لي علامه من علامات الجستيشنال؟ نو سيمتومز. ما هي حامل جستيشنال ريفرسبل بتتحسن. ايه كمان؟ ما تقلش عن 70 صح، وغالبا اكتر من 100، لو قلت عن 100 ما تنزلش عن 70 تمام. ما لهاش كومبليكيشن لا على الام ولا على البيبي، فقط بعمل لها سيريال اسسمنت بس اطمن انها ما بتنزلش عن 70. احنا كده قلنا كل اللي فيها تمام. هي معظم الحالات ثلاث ارباع الثرومبوسايتوبينيا مع الحمل جيستيشنال، دايما مايلد ما بتعملش مشاكل، ما تقلش عن 70، ما فيش بليدنج، ما فيهاش كرونيك ديزيز تمام، ودايما بتحصل في الثيرد تريمستر عشان دايليوشنال، عشان البلازما تكون زادت قوي فتبقى دايليوتد، وبتتحسن بعد الولاده وممكن يحصل لها ريكارنس مع مرات الحمل اللي بعد كده، بس ما بين الحمل والتاني الست سليمه ما فيهاش مشكله. فكل اللي هعمله ان انا هتابعها. دكاتره التخدير تمام بيتجنبوا ان هم يدوا سباينال او ابيديورال لو عدد البليتلت قل عن 80,000. ليه؟ عشان ما تعملش سباينال هيماتوما او ابيديورال هيماتوما وتعمل لهم مشاكل. تمام؟ طيب لو الرقم قل عن 70,000 هبدا افكر في اسباب باثولوجيكال، وهبدا افكر ادي كورتيزون عشان دي ممكن تكون اميون ثرومبوسايتوبينيا اي تي بي، فممكن افكر ادي كورتيزون لو قل عن 70,000. تمام. طيب لو الحاله دي كان البليتلت كاونت عندها اقل من 80 لازم احلل البيبي صفايح بعد الولاده، في حاجات من الثرومبوسايتوبينيا زي الاسباب اللي فيها انتي بوديز، الانتي بودي ممكن يعدي للبيبي، وانا ظني ان في حاله من حالاتي حصل فيها الكلام ده. الحالة كلمتني بعد فترة قصيرة من الولادة 3-4 أسابيع بتقول لي البيبي فجأة مات فجأة تمام، كان تعب فجأة، عملوا سيتي طلع انترانيال هيموريدج. طب ما اتخبطش؟ ما اتخبطش، ما حصلش حاجة، لا ده كل ده سبونتينيوس. الحالة دي قد تكون ان البيبي ده كان ثرومبوسايتوبيني. هي كانت المذر ثرومبوسايتوبيني لا ما كانتش متشخصة. في عندنا حاجة اسمها فيتال اند نيونيتال قالوا اميون ثرومبوسايتوبينيا،
انتي بوديز التارجت بتاعها بليتلت البيبي، انا ماليش دعوه بالام. تمام، التارجت بتاعها بليتلت البيبي، ان البليتلت في جزء منها ماترنال اوريجن، هي بالتارجت الحته دي. تمام، فلازم يتحلل البيبي بعد الولاده. حللنا عند اليوم الاول، طلع البيبي كويس، خلاص الحمد لله البيبي سليم. طلع العدد قليل، عيد تاني عند تاني يوم وعند رابع يوم. الكلام ده لو العدد قل عن 80,000. لو ايه؟ انا الام نفسها، انا ما حللتش للبيبي، انا الام نفسها ما كانتش ثرومبوسيتوبينيا. لا طبعا، بس دي لما تيجي حامل المره اللي جايه هحلل لها بليتلت وهحلل للبيبي بعد ما يتولد، علشان الانتي بوديز دي ممكن تضرب البيبي الثاني وممكن تعمل له انتراكرينيال هيموريدج، سواء انترايتراين او بعد الولاده. مش روتين المرض ده، في الاخر هو رير، رير لا يستدعي ان انا احلل لكل المواليد. تمام، ولكن اللي عندها هيستوري، اللي بتقولي البيبي بتاعي المره اللي فاتت كان عنده انتراكرينيال هيموريدج، دي هحلل لها حتى لو طلع عدد عندها كويس، لان الالو اميون دي الام نفسها صفايحها كويسه. الانتي بوديز على البلاسينتا على البيبي كسر له صفايح، ممكن يحصل له. لا هو بيجي بريد باتشز لا، دي كانت سيزيريان سكشن. هو بيجي بيربرا، يعني النيو بورن ممكن ويركب فراغ بتاع الطفل. احنا اللي بنخاف منه قصه الانترا كرينيماتش. تمام، فالالو اميون دي مشكلتها البيبي الاول ما بيتلحقش، لان انا بشخص لما تقول لي البيبي اللي فات حصل له انتراكرينيال هيموريدج فابدا اركز مع البيبي الثاني. بالظبط بالظبط. تمام، فالعدد لو قل قوي وقل عن 80,000 هعمل الحاجات اللي الدكتور احمد قال عليها. ما تعملش اي تروما للبيبي اثناء الولاده. لو انا بركب فنتوز، لا مش هركب للبيبي ده فنتوز، لان اقل من 80,000 دخلنا في القصه بتاعه ان ممكن يكون في اسباب اميون. ممكن تعمل لها لو انت لو الرقم اقل من 80 ممكن تعمل سكشن. هو المفروض ان هو مش بيأثر على اختيارك في المود بتاع الولاده. لو مش ماشيه فاجنال دليفري سموس زي السكينه في الحلاوه كده وماشيه زي الفل، سكشن. ما تعملش انسترومنت لا سكالب الكترود ولا اوبرت دليفري. بس بص في الاوبرت دليفري قال لك لا ميد كافيتي ولا هاي كافيتي، ممكن تعمل اوت او ممكن تعمل نو. هتيجي دلوقتي في علاج الاي تي بي. احنا حتى الان في الفسيولوجيكال، والفسيولوجيكال لو قل عن رقم معين هبدا افكر في الديفرنشال ستيج. تمام، انت هتديها ترايل فاجنال دريفري، يعني هتديها ترايل، بس لو عطلت بتعمل هاي فورسز ولا هاي باك. عشان انا تردد الاستكشن لما تشيك سموث سيكشن على طول. بالظبط، بس بص وقال لك لا هاي ولا ميد كافيتي، فعندك اللو والاوت. ليه؟ هو ما عادش لا في الهاي اصلا اوبسوليت. الهاي ما عادش في هاي في الدنيا اصلا، ان هو ان هيت اباف اسكير سباين اباف زيرو، ما حدش بيركب اوبسوليت وخلاص. تمام، فاحنا كده خلصنا الفسيولوجيكال. حاجه بنشوفها لما الاقي الرقم قليل شويه عن ال 150 هبدا اعمل لها السيريال اسسمنت، ولو قل عن 80 هتابع البيبي بعد الولاده، لو قل عن 70 هفكر في الاسباب الباثولوجيكال. اتفقنا؟ ماشي الحال؟ تمام. الاي تي بي ده بقى مرض مزمن عندها انتي بوديز بتكسر لها البليتلت وتمنع تكوين البليتلتس الجديده. تمام، فالاي تي بي اللي هو الاميون ثرومبوسيتوبينيا، الانتي بوديز بتكسر البليتلت بتاعه الام، ده غير الالو اميون. الالو اميون بتكسر صفائح البيبي، انتي بوديز الام مكوناها بتكسر صفائح البيبي، رغم ان الام ممكن يكون صفائحها طبيعيه، لان الانتي بوديز هنا التارجت بتاعها البيبي مش الام. طيب الاي تي بي
علاجها زي ما لسه قايلين كورتيزون. تمام الجرعه هنقولها دلوقتي. طيب لو الصفايح اكتر من 20,000 الكلام ده في اي مرض عامل ثرومبوسايتوبينيا او حتى الفسيولوجيكال، بس الفسيولوجيكال ما بتجيبش الارقام دي. الرقم اكتر من 20,000 انتي نيتال مش محتاج بليتلت، يعني اكمل متابعه الحمل عادي طالما انا مش هعمل حاجه انفيزيف. يعني 20 اسبوع وصفايح اكتر من 20، اوكي انا عامل ديفرنشال دايجنوزيس ومشخص، هل هتعمل حاجه انفيزيف؟ لا، هي اكتر من 20 اه ممكن ما اداش حاجه وما اداش صفايح. لو هتولد طبيعي عند الولاده عايز الرقم اكتر من 40. ولاده طبيعي عايز الرقم اكتر من 40. انسترومنتال ديليفري اكتر من 50. سباينال وابيديورال اكتر من 80. يعني حاله 90,000 ممكن ننزلها تعمل قيصريه وتاخد سباينال. ايوه بالظبط، طالما الرقم اكتر من 80 محضر لايف سفر. تمام ممكن تحضر. بس 20 دي اثبت الجايد لاين جاي دلوقتي بيقول لك ان العدد العدد خلاص بس فتحت 20 ده انتي نيتال لسه لسه احنا لسه في متابعه الحمل. ايوه ايوه بس انما دخلنا عند الولاده ولاده طبيعي عايز اكتر من 40 وده قيصري قيصري سباينال وابيديورال اكتر من 80,000. الريكومندد كمان ان لو العدد اقل من 80 وداخل تولد باي طريقه حضر بليتلت. يبقى هحضر لو العدد اقل من 80. في جايد لاين تاني بتقول اقل من 50، خلينا مع 80 لان انا مش واثق قوي في نتيجه المعمل، ممكن يكون في يعني متوصي شويه مقلل شويه فنقطات. فاكر حاله كانت عندك يا احمد؟ الحاله دي ودوها الجامعه كانت فوق ال 70 70 حاجه زي كده. رحت هناك الجامعه وفكرت منهم ودايت. تمام. بس خدت بليتلت وخدت تمام. ما انا في حاله زي دي لازم اسس البليدنج تايم والكلوتنج تايم. لان برضو القصه مش كل حاجه واقفه على عدد البليتلت، ممكن يكون في ثرومبوسايتوبسي الفانكشن نفسها وحشه، في حاجات ثانيه كوجليشن فاكتور، في مرض ثاني اشهر هو البون فيلبرنت، بون فيلبرنت سيز ده اشهر كوجليشن. تمام يعني طيب سكندري البليدنج تايم بيأسس شغل البليتلت، الكلوتنج تايم بيأسس الكوجليشن فاكتور، الاثنين مع بعض اسسمنت لكل حاجه. فده في نظري احسن من البي تي والبي تي كيو والكلام ده. انا بطلب البليدنج تايم والكروتين تايم وبسال الحاله المعمل شكك وقاعد ينشف في مره قالت لي لا تمام اتصل على المعمل وتظبطه. تمام كان متفاجئ بالظبط تعتمد على البيرسون اللي بيعمل الموضوع ده. يعني لو واحد اهمل فيها يطلعوا لك كده غلط يطلعوا لك نور خالص. ما هو البليدنج تايم المشكله في معامل ما بتعملوش اصلا، يقول لك انا لسه هقعد اشك العيانه واقعد انشف، فانا بسال العيانه شكك واقعد ينشف ولا لا. فمره قالت لي لا وطلع فعلا متفرج. فالبليدنج تايم حلو قوي في تقييم شغل البليدنج. تمام؟ كفانكشن ما هو برضو العدد لو قليل هيطول لك البليدنج تايم، فبيقيم لك الشغل بتاعها عموما وشغلها جاي من الفانكشن وعددها. الكلوتنج تايم بيقيم لي الكوجنيشن فاكتورز. فالاثنين مع بعض انا غطيت كل حاجه احسن من البي تي والبي تي تي واحسن من لاين ار. اللاين ار هو الكروسر بين تايم اصلا. فالجدول ده مهم قوي. تمام؟ ولو عملنا كومبينيشن بقول لك الاي ان ار هو الاي ان ار هو البروسر بين تايم. انا كده ما قيمتش البليت بس يكفي البريدنج بروتنج موجود عندنا. بريدنج بروتنج 10 10 رخيص مش غالي موجود هنا في المستشفى بالظبط. نعم؟ اه هنا 5 وهنا 8 كده كله زي الفل وتخش تنزل بالظبط. تمام؟ فالجدول ده مهم. ده كورتيزون تمام في علاج الاميون ثرومبوسايتوبينيك فيربر اي تي بي. الجرعه هدي 20 مللي كل يوم ممكن ازود لحد 60. وصلت الجرعه بتاعتي عدد البليتلت بدا يتحسن. تعالى في بيضه على فكره
تمام؟ العدد بدأ يتحسن ممكن يبدأ يقلل الجرعة بالتدريج. الحل الثاني الإيمونوجلوبولين، إن هي المشكلة أنتي بوديز بتكسر البليتلت. لو أنا أديت أنتي بوديز من بره ده هيسبرس الأنتي بودي فورميشن الوحشة اللي جوه، فهيحسن عدد البليتلت. طيب مش تعمل في الطوارئ، حالة بتنزل، أنا مستعجل ما عنديش وقت أقعد أدي كورتيزون لحد ما تتحسن، فهي قربت تخش العمليات، ممكن أدي إيمونوجلوبولين. أحد الإيمونوجلوبولين الأنتي دي. ما قلنا المرة اللي فاتت الأنتي دي هو عبارة عن إيمونوجلوبولين أصلاً، فده استعمال غريب له. إن هو في الآخر هو أنتي بودي. لأن شو تدور الإيمونوجلوبولين لوحده ممكن تدور عليه شوية ممكن تلاقي أحسن قدامك. بالظبط ورخيص. يعني حالة خطرت معايا. ورخيص. حالة خطرت معايا هي مثلاً ثرومبوسايتوبينيا. ممكن اديها لو متوقع هيموريج، انما لو هي بتنزل حالا هتدي بليتلت وهتدي بلد تمام، انما متوقع داخل مثلا اعمل لحاله بلاسينتا بريفيا مثلا الايمونوجلوبولين هيديك فعل سريع عن الاسترويدز. الاسترويدز تاخد وقت شويه تمام. تاني بتاعت امتى ادي الايمونوجلوبولين او الانتي دي اللي هو الامينو جلوبولين اصلا. الانتي دي اصلا لحاله ار اتش بوستر بالظبط بتديه لانه هو امينو جلوبولين اصلا، فهيسبرس الانتي بودز الوحشه اللي هي بتكونها كسر صفايحها. بس في حاله ان انا شخص ايه عشان اي تي بي اي تي بي انت بتشخصها ان العدد بيقل عن 70,000 وممكن يبان عليها سيمتومز او انها عندها باست هيستوري ده اصلا مرض مزمن ده كرونيك ديزيز تمام. هي بتاخد وقت تبدا امتى مش مكتوب. هو الاسترويدز عموما انا بديها لما بشك انها اي تي بي، يعني عيانه مثلا كان عدد 100,000 تابعته لقيته بيقل وبدا يقل عن 70,000 هبدا اديها استرويد واشوف يتحسن ولا لا. شورت تايم المنصوره بيعملها هو احنا بندي 20 مثلا الشركات بتوصلها 4 5 في اليوم. احنا 20 اخرنا 60 ونرجع نقلل وزدروا واحده واحده بالتدريج. ينفع عندي الحاله دي مره واحده في الاول؟ هو انت 20 الاول ويسكاليت لحد 60 بعد اسبوع. قيم الريسبونس بعد اسبوع. جميل جميل ما هو لو اسبوع الصوره في وقت ثامن يخش على فور البط بتاعها الاول بعدين يسحبوها ويعملوها غير وتضرب الثلاثه كل شويه. لو عدى اسبوع ما تحسنش انت هدفك توصل لعدد بليتلت معقول. هي مثلا انا بادئ من 60,000 الديت وصلتها 70 80 90 100,000 زي كويس جدا. انت بتوصل لحد جرعه صغيره وتفضل ماشي عليها. انت لو وقفت انت لو وقفت هتاخد هيرجع تاني بالظبط. انت جربت اوسامة الف دي؟ لا طبعا. حالات احنا متفقين ان حالات الثرومبوسايتوبينيا اصلا في شغلنا مش كتير، ولكن كان في حاله في الاسم مثلا من اسبوعين تمام. احد الزملاء برضو كلمتني ان معاها حاله دخلت والدها وبنتلت حوالي 70 80,000. فلا الموضوع ممكن بنشوف بالذات ان احنا في وقت في الفيرال انفكشن ما شاء الله وهي احد اسباب الثرومبوسايتوبينيا. معلش يا دكتور سامع يعني معايا حاله هي تعتبر كرونيك بقى يعني في الحمل والتالي والتالي هي عارفه نظامها بس ما خدتش. طب ما بين الحمل والتالي هم بتبقى في المنصوره. انا بالنسبه لي متابعه ولا ورد يعني هم في المنصوره بيكونوا كات وماشي كل حاجه بتبدا معاهم بالجرعه الكبيره وكل شيء واحده واحده لحد مثلا 20 هو ده ماشي تمام يعني مش كل الحمل كده والانت دي ما سمعتش عنه ما كانت كده كده تمام. ما هو الانت دي لو انا مستعجل او انها مش ريسبوند كويس للاسترويد لا عادي هي اسمها كده اي في اي جي سعرها بلفات 2000 3 على حسب الجرعه بتاعتها على حسب الجرعه. انا عارف انها موجوده عند مصر بس سعرها غالي. الايمونوجلوبولين لو انا محضر الحاله مثلا لولاده كمان كام يوم الاسترويد بياخد انا مش هطول عليكم والله انا عارف لا لا انا عارف ان المحاضره الموضوع غلس انا عارف انه غلس هو الفكر مش موجود عامل زي ما قلت
لا احنا بنتكلم على حاله انا مشخصها اي تي بي مشخصها اميون ثرومبوسيتوبينيا مشخصتها كده ازاي العدد قال عن تبعها الديت سترويد ما اتحسنتش او ان انا مستعجل من الاول الرابط قرابت فاضل 3 4 ايام مفتاح مثلا فاتي بينوجلوبين او انتي تي تمام الجرعه بصراحه مش مكتوبه في التوكارت الجرعه مش مكتوبه كده كده اللي هيعالج حاله زي دي مش انا اللي هيعالجها بتاع امراض الدم بس انا بعرف هو هيعمل ايه ليش اخرت الموضوع لو حاله دي وانت بتحضرها في الاكس هتمشي معاك في اي طريقه خايفين من ايه في الاكس في الساعه بتاعه طيب نرجع للجدول ده نطبق ايه من دول على الاكس اوبرتيف يعني اكتر من 50 هناخد احسن احتياط ما يبقاش اقل من 80 هل تمام ودي كده يبقى حاله عارف انها بقى اي تي بي من الاول هو ده مش موضوع ارجنت خد بالك الانت دي مكلف ومش فاهم نجيبه برضه فدي تاخد استرويد ودي غالبا ماشي على استرويد اصلا تمام اللايف سبان بتاعتها بيقعد من 8 ل 10 ايام فانا اديها قبل ما عاوزها بايام بسيطه يعني انا هفتحها مثلا بكره بعده النهارده بالليل قد بليت يعني يومها الصبح مثلا مثلا انها بعد 10 ايام مش هتبقى موجوده في السيركيليشن وايه قلت لهم قبلها بيوم بليت بمعنى الرفض وقال لك ما تطلعش اليوم العملي يوم العملي قالوا ده اكسبير ده اكسبير ده بقول لك تمام فاحنا ممكن نبدا بكورس واحد سوليو بريد 20 ونزود لحد 3 في اليوم وصلنا للتارجت بتاعي حسنت الرقم نشوف انا بادئ من كام واوصل لكام ابدا قبل الجرعه بتاعتي تمام ارقام الولاده عرفناها تمام اقل من 80,000 حضر دم قبل ما اخش تمام اوكي بليتلت حضر بليتلت ارقام الولاده خلاص قلناها طيب الاي تي بي اللي هو الانتي بوديز اللي بتكسر صفائح دم الام هل في ريسك على البيبي في ريسك في ريسك 1% ممكن يحصل انتراكرانيال هيموج بس مش ده اللي هو اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو الالو اميون الالو اميون ده ما يعرفش غير صفائح البيبي وبيكسر فهنا في ريسك 1% ان البيبي يجي له ثرومبوسيتوبينيا وانتراكرانيال هيموج فهنا جه سؤال طيب لو انا ام عندها اي تي بي تمام هل اعمل سنتيسيس واسحب من الكورد اشوف البيبي ده عنده ثرومبوسيتوبينيا ولا لا اعراض الريسك ليه الريسك بتاع اذا كان الريسك 1% انتراكرينيال هيموريدج ريسك الكوردوسينتيسيس ده 2% مورتاليتي للبيبي فلا ما نعملوش تمام هنديها العلاج وبعد ما تتولد ما تولد ان شاء الله نبقى نحلل البيبي عند اول يوم وعند رابع يوم ويوم الولاده طيب الاي تي بي قلنا في ريسك 1% انتراكرانيال هيموريدج طب هل الحاله بتاعتي دي من ال 1% دول ولا لا؟ لو الثرومبوسيتوبينيا بتاعتها نزلت عن 50,000 في ريسك على البيبي لو كانت سيفير لدرجه انها استدعت عمل سبلينكتومي ده كده سيفير جدا كده في خطر على البيبي او انها جالها قبل كده بيبي جاله ثرومبوسيتوبينيا فكده في ريسك على البيبي تمام الولاده قلنا ده مش هيأثر على مود الولاده ولكن عايزين ولاده سموث وما عملش انسترومنت لو الولاده الفاجينا العصلجت هنقلبها سيزيريان سكشن والارقام احنا عرفناها بتاع الابيديورال والسباينال وبتاع السيزيريان سكشن وبتاع الفاجينا تمام زي العيانه اللي حضرتك قلت عليها بتاعت الاي تي بي هقول لها البليتلت كاونت ممكن يقل اكتر مع الحمل هي اصلا اي تي بي هينزل اكتر مع الحمل لانه طبيعي بينزل مع الحمل فهيزيد هيبقى اسوء تعرفها ان في ريسك على البيبي 1% انتراكرينيال هيموريدج تمام الابيديورال ممكن نيجي في لحظه تقولي انا بولد طبيعي وعايزه ابيديورال نقول لك ما ينفعش صفائح اقل من 80,000 تمام دي مقارنه ما بين التي تي بي والهيموليتيك يوريميك الخلاصه في كلمه تي تي بي اكتر بنيورولوجيكال سيمتومز هيموليتيك يوريميك اكتر رينال فيلير والهيب سيندروم اللي هو الهيموليسيس الليفيتد ليفر انزايم لو بليتلت كاونت والبري اكلامسيا احنا عارفينها
ازاي نشخص بري اكلامسيا وازاي نشخص هيرب اللي احنا عارفينه. التي تي بي والهيموليتيك يوريميك مش هخش في تفاصيلهم. الفيرال انفكشن، اي فيرال انفكشن للام ممكن تقلل عدد الصفائح بالذات السيتو ميجالو فيروس والاتش اي في. ادويه، حد عارف دواء ممكن يقلل عدد الصفائح؟ لو حد لقط اول كلمه مش شبرا بقى، يا ده سؤال جامد جدا يعني، ما ينفعش يعني، ما ينفعش يا جاوب الحمد لله. الهبارين، الهبارين بالذات الانفراكشنيت اللي هو كان هبارين اللو موليكولار، الحاجات دي فيري لو، قد تكون اصلا ما بتحصلش مع اللو موليكولار ويت. لو اوستيوبروزيس صح، ما هو ثرومبوسايتوبينيا اوستيوبروزيس. يعني لو واحده اديته ده كانت بتديلها كالسيوم حتى بدري، فاول حمل ما تجيش كالسيوم تمام، وهي تاخد الاشياء مثلا عندها مشكله بيعمل ثرومبوسايتوبينيا. هو بيعمل كمان بوست بارتم ديبريشن، وبيعمل بوزيشنال هايبوتنشن، وبيعمل سيتيشن. الالدوميت ما يتخدش بعد الولاده، في خلال اول يومين بعد الولاده لازم اغيره، ده احنا طايقينه مع الحمل بالعافيه. يعني من الثلاثه اوبشنز بتوعي لابيتالول، نايفيدبين، الفا ميثايل دوبر بالترتيب، لو اضطريت ان انا اديه مع الحمل اول ما تولد بنغيره. طيب اخر شريحه، ايه الحاجات اللي فيها خطر على البيبي؟ الماتيرنال اي تي بي قلنا في ريسك 1% انتراكرينيال هيموريدج. اي انفكشن توصل للبيبي، قلنا الفيرال انفكشن ممكن تعمل له ثرومبوسايتوبينيا. اخر حاجه اللي هي السيئه قوي اللي هو الالو اميون ثرومبوسايتوبينيا، ودي ريسك الانتراكرينيال هيموريدج فيها از ديفاستنج كونسيكونس 26%، 80% الهيموريدج قبل 14 اسبوع يعني انتراكرين، 14% قبل 20 يعني الانتراكرينيال هيموريدج. ممكن يحصل انترايتراين، اجي اعمل سونار الاقي فيه هيموريدج، ابعتها تعمل ام ار اي يطلع انتراكرينيال هيموريدج. ودي زي ما قلنا المشكله انها ما بتتشخصش في اول بيبي، ده انا بعرف لما اعرف ان في مصيبه حصلت في اول بيبي تاخد بالي مع البيبي الثاني. تمام؟ البريتلت بتاعت الام نفسها هنا نورمال، حتى اسمه فيتا الام نفسها ما فيهاش مشكله، الانتي بودز هدفها البيبي نفسه. دي بقى برضه هديها سترويد اسبريس الانتي بودي، وممكن اديها اميونوجلوبولين. احنا خلصنا، شكرا يا شباب، شكرا ليكم. اي سؤال؟ ممكن حاجه ثانيه، ممكن حاجه ثانيه اتفضل يا باشا. انا بطلب منك تدي الدكتور اسامه شوكولاته من عندك. سلام.